بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، الجميع يتساءل إلى أين تتجه الأمور؟ حسين لوكوغلو الصحفي التركي الشهير والقريب من دوائر صنع القرار بأنقرة ورئيس تحرير صحيفة يعني شفق يطرح عنوانا مثيرا، يقول فيه: يحاولون إعادة ضبط المصنع من جديد لأن طيب أردوغان لن يرحل. هي بشارة لمحب الرئيس رجب طيب أردوغان، فمن هؤلاء الذين يقصدهم حسين لوكوغلو؟ أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية لمتابعة هذه التفاصيل، ولكن في البداية لا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يقول لوكوغلو: في السنوات الأولى من فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بالسلطة يحكى أن بيروقراطيا سابقا رفيع المستوى من تركة الحكومات السابقة قبل مجيء العدالة والتنمية زاره أصدقاءه فتعجبوا لحاله وكيف تغير تماما، فقد ذهب ذلك الرجل القديم وأضحى مختلفا للغاية عن سابق عهده. يسأله أصدقاؤه بتعجب: ما الذي حدث؟ فيذكر البيروقراطي أصدقاءه بطبيعة ونظرة الحكومة الجديدة بن قوسين العدالة والتنمية نحو العالم، وأنه قرر موائمة نفسه للوضع الجديد. تمر السنوات بعد تلك الزيارة ويتقاطع طريق هؤلاء الأصدقاء مع هذا البيروقراطي نفسه، فيقولون له هذه المرة: ما الذي غيرك من جديد؟ ماذا حدث؟ فيجيب البيروقراطي قائلا: أيها الأصدقاء، بما أن الحكومة تتكون من شخصيات محافظة فعلي أنا إذن أن أتصرف بما يناسب هذا الوضع، ولذلك تغيرت، وأعتقد أن هذا الوضع لن يستمر طويلا، وبما أنهم لن يرحلوا أصابني اليأس ودفعني لأكون على ما أنا عليه. إذن هو يتكلم عن شريحة من المنافقين أو المتلونين الذي يميل مع الأمور حيث مالت. ثم ينتقل لوكوغلو إلى واقعة شهيرة، وهي واقعة أشرطة الفيديو أو مؤامرة أشرطة الفيديو التي غيرت إدارة حزب الشعب الجمهوري المعارض أكبر الأحزاب المعارضة عام 2010. قالوا للإدارة الجديدة بن قوسين الرئيس الحالي كمال كلدوشدار أغلو: عليكم مواكبة اليمين قليلا وإلا فستخسرون الانتخابات، يعني غير مسارك وغير لونك. ولم يمر وقت طويل حتى بدأ الشعب الجمهوري يحاول الظهور بصورة مختلفة، لدرجة أنه بدأ يستورد مستشارين من سياسي اليمين. لقد بدأوا يرددون ويعترفون أن ما فعلوه في السابق بحق المسلمين والقيم الإسلامية كان خطأ. بدأوا يشاركون في فعاليات إسلامية الاحتفاء بذكرى رحيل نجم الدين أربكان، وبدأوا يعبرون عن ندامتهم بسبب ما اقترفوه من مظالم إثر حظر الحجاب. يعني هنا يقول أن هؤلاء الثعالب يتباكون على جرائمهم في الماضي، بل إنهم أسسوا غرف تحكم من أجل إقناع أنفسهم هم بهذه السياسة الجديدة. يعني حاولوا يتحكموا في أعصابهم وحاولوا يقنعوا أنفسهم بأن هذا المسار لا يمكن للشعب التركي أن يتم إقناعه إلا من خلال ركوب موجة الدين. لقد بدأوا يظهرون في المساجد وبدأوا بتلاوة القرآن الكريم حتى ولو كان نطقهم غريبا أجنبيا، وبدأوا بضم نساء محجبات لصفوف أحزابهم جلهن متهمات بالتبعية لمنظمة جولان الإرهابية. لقد لعبوا هذا الدور بشكل جيد للغاية، لدرجة أنهم أنفسهم نسوا تماما أن ما يفعلونه مجرد تمثيل، يعني كما يقول المثل: كذبوا كذبة وصدقوا أنفسهم. لكن في الحقيقة لم يؤثر هذا الوضع سوى على المنافقين السياسيين، فلم يصدق هذه الأكذوبة سوى منافقين سياسيين كانوا يوما في صفوف العدالة والتنمية أو في أحزاب محافظة أخرى، وبدأوا اليوم بالتزلف لحزب الشعب الجمهوري. يتابع لوكوغلو: فجأة بات حزب الشعب الجمهوري اليوم ليس كما الشعب الجمهوري بالأمس، وإن الجواب الجاهز على ألسنة هؤلاء المنافقين السياسيين هو أن الشعب الجمهوري قد تغير
ولم يعد كما كان عليه من عداوة ضد الدين. يعني ده في محاولة لتسويق الباطل ولمحاولة اللعب بعقول البعض. بينما كان كل شيء يسير على ما يرام، حدث شيء ما فجأة وبدأ كل يعود إلى أصله. فرئيس الكتلة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري أوغوز أوزال كشف عن الوجه الحقيقي لحزبه بعد أن تعب من التمثيل، فراح يفيض بما يختزن في أعماقه وباطنه، فهاجم تعليم القرآن للأطفال الصغار، ووصف الإسلام بفكر العصور الوسطى، ثم تلاه يميني استورده الشعب الجمهوري من الخارج هو بولاند كوش أغلو، فصار يهذي بأن المسلمين لم يدعموا حرب الاستقلال التركية. وراح يقول هذه العقلية المحافظة التي تعتبر نفسها متدينة لم تشارك في حرب الاستقلال ولا نضال تأسيس الجمهورية. ولم يمض وقت طويل حتى دخلت على الخط مؤسسات الإعلام التي تتبع الشعب الجمهوري وتتلقى الإشارة منه، فعادت إلى أيام انقلاب ما بعد الحداثة في 28 شباط 1997 التي عانت منه تركيا أيام معاناة. ودخلت هذه المؤسسات ومعها فنانون وغيرهم في سباق لمهاجمة قيم الدين ورموزه، وبات كل من يكره العدالة والتنمية يغتنم الفرصة لمهاجمة الدين والقيم الإسلامية. وعلى الرغم من أن ما حدث هو أمر محزن في نهاية المطاف، لكنه تحول إلى وسيلة كشف الوجوه والصفوف. لا نتحدث عن أناس معارضين للسلطة والحزب الحاكم فحسب، بل هناك معارضين للقيم والمبادئ التي يهتم بها الحزب الحاكم، يعارضون ويحتجون على الإسلام والقرآن. لقد أوقع هذا الوضع منافق السياسة في حرج، وباتوا في حيرة مما سيفعلونه وما يجب القيام به والتحدث به. يتابع لكوغلو: لكن لماذا يحدث ذلك وقد كانوا قبل وقت قصير يظهرون بلباس المحافظين من أجل سرقة أصواتهم؟ لماذا بدأوا الآن بكشف أقنعتهم؟ يتساءل لكوغلو. المشاكل الاقتصادية التي بدأت قبل جائحة كورونا وارتفع حجمها مع تداعيات الجائحة والهجمات المالية القذرة تحولت إلى بصيص أمل لجميع أطياف المعارضة التي تحتشد حول الشعب الجمهوري، لكنهم شعروا بخيبة أمل بعد إعلان النموذج الاقتصادي الجديد من قبل الرئيس أردوغان في نوفمبر تشرين الثاني 2021، ومن ثم الآلية المالية الجديدة في شهر ديسمبر بهدف تحسين صرف الليرة التركية، وذلك في نهاية العام الماضي. هذا الوضع زاد من ثقة الشعب بأردوغان ووقوفهم بجانبه، وأسقط القناع عن وجه المعارضة ومزقه، ولذلك فقد قرروا إعادة ضبط المصنع، لأنهم أدركوا أن طيب أردوغان لن يرحل أيضا هذه المرة. إذن حسين لوكوغلو يوضح لنا في سطور قلائل إلى أين تتجه الأمور في تركيا. يبشر محب الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه يحقق انتصارات، لذلك يجبر الطرف المنافق والمعارض إلى أن يظهروا وجوههم القبيحة بعدما كانوا يتخفون في الدين وحاولوا أن يغيروا ألوانهم. الآن يقوموا بإعادة ضبط المصنع والسيارة تعود للخلف وتظهر هذه الرائحة الكريهة والوجوه الكالحة الكارهة للدين والإسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفق الرئيس رجب طيب أردوغان لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. متابعين الأعزاء، أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.